بونجور، معكم مدام مها مدرسة الفرنسي، عم نحل أسئلة جامعة دمشق القواعد سنة تانية فصل أول دورة شباط 2024 اللي قدموها من كم نهار. وصلنا عن سؤال جديد، حلينا 32 وصلنا عن سؤال 33. مثل ما قلت لكم، وقت بكون شاكة بنفسي رح قلكم، لأنه أنا ماني دكتورة جامعة، أنا بس مدرسة وعندي خبرة. ديتيرميني لا فونكسيون دو شاكون، حدد إعراب كل من الجمل السوبوردوني التالي. كل جملة سوبوردوني بدنا إن كانت غلاتيف ولا كونجونكتيف ولا شو هي، نشوف شو محل من الإعراب، هل هي فاعل ولا فاعل حقيقي. نحن بنعرف إنه أحيانا بيكون فاعل مثل مبني المجهول، وبيكون فاعل حقيقي هو الكومبليمون داجون، نائب الفعل، هو اللي قام بالفعل، يعني اللي قام بالفعل حقيقة أو مضاف إليه، ولا كومبليمون دوبجي ديريكت مفعول به مباشرة، ولا شيء تاني. 33. La maison dont la superficie est grande contient 10 chambres. البيت اللي مساحته كبيرة فيه 10 غرف. هلا السوبوردوني غلاتيف هي دون. La superficie est grande. دون، نحن بنعرف دون محل شو بتجي؟ بتجي دايما لأنه هي محل حرف الجر دو، والدو هي كومبليمون دو نو. إذا سي. J'apprécie beaucoup بقدر كتير où tu vas avec tes amis. أنا يعني بقدر كتير إنه وين أنت، إنه أنت تكون، يعني بحترم إنه يكون أنت كتير إنه أنت تكون مع رفقاتك. هلا هي عندي أو بتدل على المكان، هل في شيء بدل هون على المكان؟ لا. إذا autre، الجملة هي où tu vas، هي autre. 35. Les étudiants, التلاميذ, الطلاب, que vous êtes, اللي هن انتو, comprennent bien le cours. فهمانين كتير الدرس. طيب الطلاب هي فاعل، بس كمان الطلاب اللي هن انتو، يعني مو vous êtes، يعني مو انتو اللي عم تفهموا الدرس، اللي هن انتو، يعني que vous êtes هي sujet réel، هي الفاعل الحقيقي. إذن B sujet réel. 36. Il est certain من المؤكد que il est certain que l'ordinateur est en panne. من المؤكد أن الكمبيوتر متعطل. Il est certain quoi que l'ordinateur est en panne. إذن جملة que l'ordinateur est en panne هي complément d'objet direct. إن هي ديريكت هي دي. 37. الحمد لله وضحت الأسئلة. 37. Nous sommes ravis que notre fille soit la première en classe. نحن كتير مبسوطين إنه بنتنا هي الأولى في الصف. يعني Pourquoi nous sommes ravis parce que notre fille est la première en classe. معنى ياها بنحط E وهي بحط لكم جنبها هي إشارة استفهام، ماني متأكدة منها، بقول E بس ماني متأكدة، يعني autre. 38. Le voleur n'était pas، السارق ليس كي تو كروي، ليس هو من تعتقده، يعني كي هي سوجي. انا قلت سوجي كمان، هي ماني متاكده من الحقيقه، هذا التمرين شوي غليظ، يعني يا سوجي يا سوجي غير، ما بعرف. السارق لم يكن من تعتقده، بختار لي بس سوجي، مو سوجي الحقيقي، او سوجي الحقيقي يا ايا بي، الله مالله ما بعرف. 39. هدول تنتين شيء كيفيون، وهي عم بعطيكم خبر. جا اشتي لو رومون كو فو مافيي ريكوموندي، انا اشتريت القصة اللي انتو وصيتوني عليها. اشتريت القصة، اي قصة؟ اللي انتو وصيتوني عليها، يعني كو بتجي محل مفعول به مباشر،
وهي دي كومبليمون دوبجي ديريكت. 40 cette femme a acheté un sac dont la couleur est hyper rouge. هذه الامرأة اشترت حقيبة اللي لونها احمر. دون complément du nom يعني سي. 41 je voudrais que cette personne aille de la réunion immédiatement. انا بدي هالشخص يترك يغادر الاجتماع فورا. ليش ما بعرف. طيب je voudrais quoi شو بدي انا انه هذا الشخص. Je voudrais quoi que cette personne, ma folle bien mubashar, yani des compléments d'objet direct, des. Il s'est produit qu'on a fait un grave. Il s'est produit qu'on a fait une grave erreur de diagnostic. اللي حصل إنه صار خطأ كبير في التحليل. ما بقدر ماني متأكدة منها بس أنا قلت il s'est produit quoi qu'on a fait. اعتبرتها complément d'objet direct وحطيت لكم عليها إشارة استفهام. صار عندي ثلاثة إشارات استفهام وجاي الرابعة على الطريق والخامسة. 43 qui travaille pendant l'année scolaire réussit dans l'examen. اللي اشتغل أثناء العام الدراسي. من عمل أثناء العام الدراسي هو نجح في الفحص. أنا اعتبرتها أو قلت سوجي كي ترافاي سوجي. ومع ذلك تبقى ركزوا عليها شوي. خلصنا هذا السؤال الغليظ وجينا على اللي بعده. Choisissez la bonne réponse. اختار الجواب الصح pour lier les deux phrases. لنربط الجملتين مستخدمين un pronom relatif. اسم موصول. Je vais aller passer mes vacances dans un village de Provence. J'y suis déjà allé. طيب انا شو لازم اقول؟ لازم اقول je vais aller. هون بدي اربط الجملتين واشيل الضمير او الكلمه المتكرره واحط محلها اسم موصول. هلا انا راح اروح اقضي عطلتي في قريه في الريف. أنا أذهب إليها ذهبت إليها سابقا يعني التي ذهبت إليها سابقا. نشوف je vais aller dans un village de Provence dont لا ما في dont لحرف الجر دو. Je vais aller passer mes vacances dans un village de Provence où حيث ذهبت. هلا ممكن أكون التي ذهبت إليها سابقا ممكن تكون صح لو كان ما في إجريك. أنا لازم أشيل الإجريك لما بدأ أربط الجملتين. أحط اسم موصول يا أو يا إجريك. إذن هاي غلط. وهون كو كمان غلط ما بصير. هي ظرف مكان. لازم تكون je vais aller passer mes vacances dans un village de Provence où je suis déjà allé. إذن autre جواب هو autre E. 45. Il a découvert des secrets de famille. هو اكتشف أسرار عائلية. Personne ne lui en avait jamais soufflé mot. بس ما حدا حكى ولا كلمة عن الأسرار العائلية. يعني لازم تكون il a découvert des secrets de famille. Personne ne lui en. شو شايفين هون؟ لازم تنشال الان وحط دو. وين هذا الكلام؟ il a découvert des secrets de famille dont personne ne lui avait. شوفوا شلنا الان ne lui avait jamais soufflé mot. اذن هي الا. 46 j'ai enfin trouvé l'appartement idéal. اخيرا شفت الشقه المثالية. Je le cherchais depuis des mois. أنا عم بدور عليها من زمن. اللي أنا عم بدور عليها. شوفي عندي قبل الفعل عندي le. إذن بدي مفعول به مباشر وأقول que. وين الكو؟
dans la j'ai enfin trouvé l'appartement idéal que je cherchais. إذن ب مفعول به مباشر 47. Si on allait voir ce film, يا ريت ما نروح نشوف هالفيلم. Tout le monde en parle. كل الناس عم تحكي عنه. طالما في عندي ان لازم احط دون بين الجملتين. وين الدون بين الجملتين؟ هي هون كو لا هون. دون tout le monde parle. ها هون حاطين دون وحاطين ان غلط مشان حاطين نفخ مشان نوقع فيه. لا نحن بنعرف انه لازم ينشال الضمير. Si on allait voir ce film, dont tout le monde parle. إذن هي هون سي 48. Ils ont cherché une nouvelle voiture. هن ندوروا على سيارة جديدة. Elle leur a coûté une fortune. كلفتهم سروي. سيارة كلفتهم. لازم ننشيل ال L ضمير ونحط التي كلفتهم. وين هاي؟ Ils ont cherché une nouvelle voiture qui leur a. مثل ما قلت لكم بتحلوا على السؤال قبل ما تطلعوا الاجابات. الاجابات بتعبوا. Choisissez le bon mood pour chacun des verbes en parenthèse. هل الفعل هو ننقي له؟ هل لازم نحط بالانديكاتيف ولا بالكونديسيونيل ولا سبجونكتيف او كونديسيونيل اللي بصيره ولا سبجونكتيف لحاله ولا A أو D؟ يعني يا إنديكاتيف يا سبجونكتيف. خلينا نشوف. A votre avis, existe-t-il un chemin؟ هل يوجد طريق؟ كي؟ هل يوجد طريق؟ هون عندي أن سبجونكتيف. كي أي؟ لازم تكون سبجونكتيف اللي هي D. هل يوجد برأيكم هل يوجد طريق يذهب إلى المحطة مرورا بالغابة؟ كي أي قلبنا السؤال وحطينا أن أو إن معناتها وراها مع اسم موصول أداة استفهام يعني الكي بيجي منصوب. 50. Je crois que c'est le plus beau film que je ne هذا انا بعتقد انه هذا افضل الفيلم احلى فيلم وانا ما شفته ما بدها كانت نفي. Je crois تجي مع انديكاتيف بس طالما le plus beau مع سوبرلاتيف الصفه بنحط منصوب يعني que لازم تكون que je ne jamais vu. هيك لازم تكون يعني سبجونكتيف كمان دي. 51. Je cherche un hôtel. عم بدور على فندق و je فيه بقدر بدفع بالشيك. Un hôtel يعني مع اسم موصول بيجي معنى je cherche un hôtel où je pourrais استطيع ابحث عن فندق استطيع فيه ان je pourrais conditionnel ب بقدر فيه ادفع بالشيك. هلا هون ممكن تكون conditionnel ممكن تكون subjonctif بعتقد التنتين ممكن يكون ممكن سي وهي إشارة استفهام من عندي. 52. Ne m'attendez pas pour le dîner. لا تستنوني على العشاء. لا جاي. Il est possible que ممكن إنه أنا أتأخر. ممكن. Il est possible de بتجي مع سبجونكتيف وهي دي. Ce vieux monsieur déteste هذا الشخص العجوز يكره انه حدا يخليه ينتظر. Déteste بياخذ منصوب اذن subjonctif دي. 54. J'entends que les voisins du dessus rentrent.
انا عم بنتظر جيران اللي فوق يرجعوا في اللي بغوي كله، نظرا للضجيج اللي بيعملوه ولادهم اللي عملوه من امبارحة يعني. هون جانتا انا مو عم بنتظر، عم بسمع انه جيران اللي فوق يرجعوا، رجعوا عادي، هذا واقع. اذا انديكاتيف لانه انا عم بسمع مو عم بنتظر، انا عم بسمع انه جيراني اللي فوق يرجعوا، ما في شيء. نجي للقسم الاخير، كومبليتي افيك لا فورم فيربال كونفينابل. نوتر فوازين تيان ا سو كو نو، جارتنا هي عم تستنى انه بس ندوق التارت تبعتها. تيان ا سو كو بياخذ سبجكتيف يعني بي غوتيون اي او ان اس 56. Le professeur exige que l'examen soit, ma barre chère, soit ish, à journée, yani t'achar, ma barre. L'estaz biddo l'fahas, yisir, yisir, khalas. Exige, biyakhod, mansoub, soit. 57. Il me semble impossible qu'elle arrive. Il semble t'achod indicatif. Ou il me semble t'achod. Il me semble t'achod indicatif. Ou il semble t'achod subjonctif. Donc il me semble impossible. Ça reste مستحيل. يبدو لي مستحيلا إنه هي توصل على الوقت. يبدو لي مستحيلا. لازم ناخد المنصوب. هلا هي منصوب ولا لا؟ هي خلصنا، خلينا على السكت، لانه اذا كانت منصوب ولا انديكاتيف هي اخيف، خلص انسوا الموضوع. لا بوليس دوت، دوت يشك، اذا منصوب. الشرطه تشك ان الفتاه هي ما بعرف ايش بها مخت، انه ماتت يعني. سوا بي، الشرطه شاكه انه هي ماتت. Il me semble, Yabdouli, elle a besoin d'un d'astas-ros, yani, ou une indicative, maintenant, il semble subjonctif, il me semble indicatif. Je souhaite, Batmanna, le Gemma Manso, qu'il soit, quand même, B. والله كانت الأسئلة صعبة، وإن شاء الله يا ربي أكون توفقت وإني حليت لكم، يعني أعطيتكم أعطيت قدمت فائدة هيك بتمنى. وإذا في حدا قدم وأخذ الإجابات يا ريت يقول لي على الشيء اللي أنا عم افتكرته أخطأ أو عندي إشارة استفهام عليها يقول لي. باي باي، وراح نزل الأسئلة إن شاء الله. باي.